السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الشيء اللي تشوفونه أمامكم هذا كائن بحري وجدناه اليوم في بحر القحل. طبعا أنا لا أعرف اسم هذا الحيوان البحري لكن جدا جدا ضخم. المنطقة اللي هو فيها ما نقدر نصل عليها إلا بالزورق أو بمساعدة حرس الحدود أو أحد الصيادين. طبعا مساحة الحيوان البحري هذا حجمه كبير جدا 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 ضخم.